عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فطورنا مو عادي. هحتاج لبن روب يوناني، جبنة غنم متخثرة، جبنة فيتا، والتوميتو كومفي اللي عملناه، وبقدونس. هخلط الأجبان مع بعض، حط الفيتا، حط اللبن بواحدة يد بالخباط. هذا الفاينل برودكت حقنا، هذا اللبن الرايب مخبوط مع الأجبان، هذا العيش حمرته بالمايونيز. هنزل في فيديو في يوم من الأيام إن شاء الله، وصدقوني تحميرة المايونيز ألذ بمليون مرة من تحميرة الزبدة. ألذ تحميرة ممكن تدوقوها في حياتكم، تديله نكهة وطعم ولون. وهذا الباقي من الكونفي توميتو، فاصوليا مع بيض العيون وشوية بصل، فلفل، طماطم، روزماري. إن شاء الله يعجبكم وبالعافية.